الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. احنا دلوقتي قاعدين بنلعب هايد اند سيك في لعبة روبلوكس، ودلوقتي انا قاعدة بهرب من الكاتشر اللي هي تحاول تمسكنا. خلينا ننزل نشوف نروح نستخبى فين. نروح نستخبى فين؟ طب انا احنا لسه هي ما بقتش، يعني هي لسه قاعدة بتعد، فاحنا بقى ايه وهي قاعدة بتعد احنا بقى نروح نستخبى. فاحنا بقى نروح هنا كده نشوف نستخبى فوق الترابيزة ولا حاجة. نط منفعتش، ماشي مش مشكلة، ضربنا راسنا في الترابيزة وخلاص. طيب خلينا نشوف الكاتشر فين، دور عليها يا كاتشر، انت فين؟ يلا انت فين؟ استنى كده احاول اطلع لها تاني. دي هنا، انا هروح اهرب، دي موجودة. استنى كده نقبها من بعيد. جاي خلينا نهرب بسرعة، ده جاي. ماشي يعني نهرب بسرعة. باي، خلينا نعمل باي كده، باي. طيب ننط هنا كده، خب هنا كده، احنا ولا متشافين ولا حاجة، بس طبعا مش هنفضل مستخبيين في نفس المكان. نروح بقى كده نستكشف المكان، فيلا نروح نستكشف المكان مع بعض. شو نروح نشوف كده الدولاب ده مفتوح ولا لا، عشان كده لو مفتوح نروح ندخل جواه ونستكشف. شكله مش مفتوح بس تحته نقدر نروح تحته. طيب ايه ده، في كوينة، حرام عليكم ما خليتنوش اخد الكوين، ايه ده. طيب الجيم خلصت، ودلوقتي احنا قاعدين بنختار هنروح فين. فيلا نروح فين، استخبى فين؟ في ذا ورك شوب. ماشي دلوقتي قاعدين بيختاروا مين الكاتشر، يا رب مش انا عشان مش عايزه اكون الكاتشر. طيب دي الكاتشر، دي البنت دي هي الكاتشر. طيب الحمد لله مش انا الكاتشر. طيب ستارتنج جيم، خلينا نطلع بسرعه، يلا بسرعه طلعوني. طيب نروح هناك عشان في حتى بتنقل من المكان الى الاخر. خلينا احنا نروح عند المكان اللي هناك، يلا بينا بقى نروح هناك كده. طيب خلينا نروح تاني، ماشي، وناخد كوينات كده، ناخد كوينات عشان نبقى اثرياء. نروح ننط هناك كده الكرتونه دي، خلاص احنا رجعنا تاني مكاننا. نروح كده نشوف عند الكاوتش دي، وبعدين بقى الكاوتش هتتحرك واحنا ندور معاه. ماشي نروح نطلع عند الدرفة الحمراء دي، نشوف ايه اللي جواها. يلا بينا نطلع الخشبة دي عشان نروح على الدرفة الحمراء. نروح جوه، ايه ده، ده في اتنين هنا جوه. يعني وانتي ليه مش حاطه شعري، يعني مش فاهمه مش حاطه شعري ليه. طيب ما علينا، خلينا نكمل نروح. اوكي نعمل هاي باي، هاي ايه، باي. انا اتمسكت، ايه ده انا اتمسكت.
وللأسف يا أصحابي أنا خسرت في لعبة الهايد اند سيك، فخلينا نلعب تاني. وهيبدأ الجيم تاني من الهايد اند سيك يا أصحابي. دلوقتي ايه ده، برضو نفس المكان ذا وركشوب. هو ايه ده، خلاص مش مشكلة. ونشوف بقى مين الكاتشر، يا ترى مين الكاتشر. اوكي البنت دي هي الكاتشر. ماشي هنا بقى نبدأ اللعبة، وهحاول ان انا استخبى في اماكن تانية عشان ما يمسكونيش. يلا بقى نطلع. كلهم بيعملوا باي، وانا برضو هعمل باي. باي باي. طيب ممكن نروح نستخبى فين؟ استنوا كده، خلينا احنا ننط هناك فوق الترابيزة كده. بنحط هوبا كده، هوبا ما نفعش. طيب مش مشكلة، خلينا نروح ندور على مكان تاني. ايه رأيكم ان نستخبى ورا الكراتين؟ ماشي، وهناخد كوين برضو. ايه ده، في واحد مستخبي هنا برضو، مش مشكلة. هنا هناك كده تشوف. طيب خلاص الكاتشر قرب يجي، الكاتشر قرب يجي. 4 3 2 1 0 الكاتشر جه وهيطلع من مكانه دلوقتي. فاحنا خلينا نحن نستخبى. ايه ده، ايه البتريك الجميل ده؟ طيب نروح نشوف. ايه ده، الزرار الاحمر العملاق ده. طيب خلينا نكمل نشوف ممكن نستخبى فين. ايوه في مكان تحت هنا كده، خلينا نحن نستخبى فيه. ماشي نروح ننزل نستخبى فيه، ناخد كوينات برضو. ايه يا بنت انت هتاخدي الكوين بتاعي؟ يوه خدت الكوين بتاعي. اوه الكاتشر موجود، الكاتشر موجود. خلينا نطلع بسرعة بسرعة يلا قبل ما الكاتشر يمسكنا. طيب انا نطلع بسرعة ونجري عشان شكل الكاتشر ورانا. هنحن نروح نستخبى في مكان تاني. اوكي نروح نستخبى، يا ترى ممكن نروح نستخبى فين؟ نروح نستخبى فين؟ هجرب اطلع فوق الترابيزة تاني. استنى اوكي، وطلعنا فوق الترابيزة، وهنا في الادوات، شكوش، مفك، وحكاية تانية. ماشي دلوقتي احنا هننط على البرميلة دي. ايه ده، يو ما نفعتش، خلاص مش مشكلة. انا عايزة اطلع فوق، استنوا كده اشوف نقدر نطلع فوق ولا لا. شكله ما ينفعش. ماشي نروح نشوف مكان تاني، وكمان نشوف الكاتشر فين. مش ليه موجود هناك؟ طب تعالوا كده نروح نغيظه. تعالوا كده يا كاتشر، احنا هنا، تعالى تعالى، بتخاف ولا ايه؟ تعالى هنا يا كاتشر، شكلك بتخاف والله. احنا هنا، تعالى هنا، تعال تعال. ده اول ما هيشوفنا كل عايز ان هو يمسكنا، بيعمل بقى كأنه ايه مفيش حد موجود. فنروح بقى هو يطلع، واحنا بقى برضو هنطلع بسرعة. تعال تعال. مسكني مسكني مسكني، ازاي هو كان بعيد؟ ايه ده، حاجة غريبة اوي. وخسرت يا اصحابي مرتين في لعبة الهايد اند سيك، والكاتشر مسكني. وقوليولي ولو انتوا لعبتوا لعبة الهايد اند سيك قبل كده، قولولي او انتوا كسبتوا فيها قبل كده ولا لا. ويلا سلام في لعبة جديدة في لعبة روبلوكس. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم يا أصحابي، ولو عجبكم روحوا اعملوا لايك واعملوا اشتراك كتير كتير، ويلا بيس.